تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة أيضا مع مستشفى الزهراء. في هذا البرنامج نقدم لكم مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع، فأهلا ومرحبا بكم. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي من خلف الميكروفون، وفي التنسيق معانا حمد المعيوف، وفي الإخراج ما شاء الله يعني عيسى سبيل موجود معانا اليوم الثاني على التوالي. وطبعا البارحة ما كانت موجودة لكنها اليوم موجودة معانا الدكتورة ندى الملا. صبحت الله بالخير. صباحك الله بالخير محمود، وصبحكم الله بالخير جميعا. وسامحوني أمس ما كنت موجودة، مثل ما قال محمود كان عندنا تقييم للعيادات الصديقة للطفولة. انت شو عندك تحوسين من الصبح برا ما نطلع على الهواء؟ هي أنا متأخرة صح؟ أنا من 9:30 هني. إنزين، إذا شو الفائدة ما دخلت الاستوديو 9:30 ولا إن شاء الله من 6:30؟ شربين ماي زين. عموما مستمعين، أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق رسالة نصية على 4006. ما تزال يعني فعاليات معرض صحة العرب مستمرة، اللي هو الأرب هيلث 2017. هذا التجمع الحدث السنوي الكبير اللي تستضيفه دبي، وهو الأفخم على مستوى المنطقة، ويقال أنه الثاني على مستوى العالم، وفي بعض الأحيان يعني نسمع بعض الأشخاص يقولون أنه يعد الأول على مستوى العالم من حيث المشاركات ومن حيث نوعية الأمور اللي تنعرض في هذا المعرض. عموما اللي يبغي يطلع على أهم ما تقدم هيئة الصحة من خدمات وتطبيقات ممكن يزور جناحنا في الكونكرس بمركز دبي التجاري العالمي. ما ننتقل إلى موضوع الإعلام الاجتماعي، وأيضا شو رسالتنا الصباحية اليوم يا دكتورة؟ اليوم الخميس الونيس اللي كل حد يحبه. So, الخميس هو ختام أسبوع حافل بالإنجازات والعمل، فشو رسالتنا لكم يوم الخميس؟ اكسر روتين الأسبوع في عطلة نهاية الأسبوع، وقم بعمل في عطلتك أي نشاط تحبه ولا يتعلق بعملك. يعني عندهم ناس المتعودة تأخذ لابتوبات مالتها البيت، أوراق الدوام البيت، انسوا كل هذا من بعد ما تختمون الخروج يوم الخميس. ركزوا يوم الجمعة والسبت على استغلال في شيء أنتوا تحبونه بعيد عن أجواء العمل، عشان يوم الأحد تردون بنشاط وحيوية ومشتاقين للعمل. أنت شو تسوين دكتورة؟ والله أنا باكر عندي تدريب سلامة. توتي تقولي له بس هذا الأسبوع بس. لا بالعادة يوم الجمعة والسبت يكون 100% للعائلة. أمارس فيه هواياتي اللي هي خارج النطاق الطبي. جميل. إذن أمس دكتورة كانت هنالك زيارة جميلة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي لمعرض صحة العرب، وأيضا كان بمعيته سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. زاروا معرض صحة العرب المقام مثل ما قلنا في المركز التجاري بمشاركة 4400 شركة. يعني تخيلي 4400 شركة مو عدد بسيط. عموما قال سموه: نريد مجتمعا سليما معافى آمنا في صحة وسلامة، في صحة وسلامة أفراده وحيويتهم وعطائهم لوطنهم ومجتمعهم. وعرج سموه على جناح هيئة الصحة في دبي، واطلع على أحدث برامجها الذكية لتوفير أفضل وأسرع الخدمات الخاصة بالرعاية الصحية للمرضى، وأيضا اطلع على مشروع الملف الطبي الإلكتروني الشامل سلامة وغيرها من البرامج التطويرية
الجديدة التي تعرضها هيئة الصحة بدبي، كانت زيارته لها أثر إيجابي كبير على العاملين في هذا المشروع، وأيضا سموه كذلك اطلع على تفاصيل أخرى خاصة بهذا المشروع وكيفية انطلاقه يعني الإنجاز الذي تم من خلال تنفيذ هذا المشروع. فنتمنى لكل العاملين في مشروع السلامة، البارحة ركزنا عليه، أنت ما كنت موجودة لكن تكلمنا عن مشروع السلامة وأهميته بشكل كبير للأشخاص اللي سمعونا بيعرفون أن هذا المشروع كان يا جماعة الخير مشروع وطني كبير له الفائدة الكبيرة على جميع العاملين في القطاع الصحي وأيضا دكتورة المتعاملين. صحيح، هي فائدة الأكبر بتكون للمتعامل محمود أكثر من للموظفين في القطاع الصحي، لأن المتعامل بيشوف كل معلوماته في مكان واحد، سهلة الوصول، حتى المتعامل نفسه بيكون له أبليكيشن يفتحه من البيت يدخل على المعلومات الصحية، أي مكان ما يروح للحصول على خدمات هيئة الصحة معلوماته كلها موجودة، تاريخ المرضي كامل، ما في ملف، ما في أوراق، ما في فرصة في ضيع ورقة، ملف ناقص، حول ملف من مكان إلى آخر. فهي الفائدة الكبرى بتكون لكم أنتم كمتعاملين، وإن شاء الله تسعى في إسعادكم إن شاء الله. جميل، إن شاء الله يا رب. وننتقل الحين الدكتورة لبعض الأخبار اللي نحن نحب يعني نعرج لها من فترة لفترة. إنزين، عندنا يعني من بين الأخبار اللي تقول عندنا لتناول الطعام مبكرا استراتيجية ناجحة لتخفيض الوزن. قالت نتائج دراسة جديدة أن تبكير مواعيد الوجبات وتناول آخر وجبة رئيسية خلال وقت العصر استراتيجية فعالة للتخسيس، وتعتمد تلك الاستراتيجية على الساعة البيولوجية للجسم والتي تنشط فيها عملية حرق الدهون والكربوهيدرات خلال ساعات النهار وتقل أثناء الليل. تغيير مواعيد الطعام يقلل الشعور بالجوع مع الوقت ويزيد قدرة الجسم على حرق الدهون، وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ألاباما لا تتطلب هذه الاستراتيجية لإنقاص الوزن تغييرات كبيرة في حجم الوجبات أو نوعية الطعام بقدر ما تحاول الاستفادة من قدرة الجسم على التمثيل الغذائي خلال ساعات النهار. طبعا عرض النتائج الدراسة في مؤتمر جمعية السمنة الأمريكية الذي انعقد مؤخرا في لويزيانا، وقامت المشرفة على هذه الدراسة البروفيسورة كورنتي بيترسون بإجراء تجربة شارك فيها مجموعة من النساء والرجال يعانون من السمنة، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين تناولت إحداهما وجبات الطعام الرئيسية في أوقات مبكرة من الساعة 8 صباحا وحتى 2 بعد الظهر، على الرغم من تناول جميع المشاركين كمية سعرات حرارية هي نفسها، يعني إلا أن من تناول الطعام مبكرا كانوا أكثر قدرة على حرق الدهون والكربوهيدرات مقارنة بمن تناولوا وجباتهم في وقت متأخر. وكانت تجارب مماثلة قد أجريت على الحيوانات قد أثبتت هذه النتائج، وتتميز هذه الدراسة بأنها أجريت بمشاركة أشخاص من الجنسين ذكور وإناث، وأظهرت النتائج أن تكرار تغيير مواعيد الطعام يقلل الشعور بالجوع مع الوقت ويزيد قدرة الجسم على حرق الدهون، وأنه يمكن أن يكون استراتيجية فعالة للتخسيس على المدى الطويل. صحيح محمود، وهي طريقة هذه تبعتها أنا مع مرضاي فترة من فترات. الفكرة مو منها بس، مو بس إن أنت تستغل فترة الحرق يكون فيها أكبر، ولكن إحنا بالعادة في مجتمعاتنا الخليجية متى الوقت اللي إحنا مثل ما نقول نخربط في الأكل شوي هي فترة العصر، دائما تكون يعني العصر يطيح الفالة والناس تبدأ تأكل السعرات الحرارية الزيادة خارج الوجبات الأساسية. فلو إحنا طبقنا هالنظام في حياتنا إحنا كخليجيين اللي إحنا متعودين العصر نجلس وفالة ويكون أكل محطوط، فشو بيستوي؟ أنت لما تتغدى مثلا الساعة 2 تريد تتعشى الساعة 6 ما بيكون عندك مجال اللي أنت تزيد سعرات حرارية غير ضرورية من خلال المكسرات والشيبس والأشياء الإضافية. ويقول لك كل اللي تبغينه هني. هي بس الفكرة أكل اللي تباه في الوجبة الرئيسية وليس خارج الوجبات. فأنت لما تقدم العشاء العادة بالعادة إحنا العصر كل واحد تحس يكيله شوي يوع خفيف. كيف نسكت اليوم مثل ما نقول في الفالة اللي محتكم حطها في البيت فواكه مكسرات، والله في بيوت تحب تكرأ تكون كريمة وايد يعني في الفالة العصر. فلو جدمت العشاء انت بتشوف فالة وعندك عشاء بتاكل العشاء افضل من تخربط في الفالة، بالتالي تستهلك سعرات حرارية اقل خلال يومك. والله دكتورة يعني انا اتصور هذه استراتيجية انا حاولت اتبعها الفترة الماضية، ما انت شايفة النتائج ولا
والله مو قول الصدق قول الصدق زين شوي هيبه مو مبين لان انا بديت يعني عقب الساعه 8 ما قمت اكل ممتاز هو اخطر شيء محمود ترى اكل الليل اخطر لا انا انصدمت بان الوزن نازل عندي تقريبا 4 كيلو البارحه اوزن 4 كيلو بعد فتره يعني قولوا ما شاء الله فانصدمت الصراحه شوف تغيير بسيط معنا احتمال تاكل نفس الاكل اللي كنت تاكله الساعه 10 او الساعه 11 ولكن وانا منزل كنت ما دخلت الجيم حتى شوفوا زين يعني ما له علاقه بنشاط الرياضه عشان ما تقولون لا يمكن يحرق سعرات اكثر في الجيم او في الرياضه لا نفس يعني هو سيستم نظام حياته اليومي ونفس السعرات ولكن غير مواعيد الوجبات احنا يعني دائما نخاف منه هو اكل الليل المتاخر الناس تقول احنا نيوع وايد ناس تقول دكتوره ترى لو تعشيت 8 الساعه 11 بيوع اذكر واحد من الدكاتره شو كان يقول كان يقول اذا اكلت في الليل انزين لا ترقد يا اخي عقب 5 ساعات ترقد يعني افضل لك انك انت ما تنام بعد الوجبة عن أنك أنت ترقد صحيح صحيح أكيد محمود زين طولنا على المستمعين ما نطلع فاصل دكتورة بعد الفاصل إن شاء الله ما تواصل وعندنا العديد من المواضيع فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006 اللي حاب يتواصل معنا عند أي استفسار عند أي معلومة عند أي أبى أقول شكوى ملاحظات حول أي موضوع صحي أو طبي ممكن يتواصل معنا على الأرقام اللي ذكرتها معايا في الاستوديو الدكتورة ندى الملة هلا محمود أهلي أكيد استفقدتوني أمس والله يعني أنت تعرفين فاكهة البرنامج دكتورة نحن ما نقدر نستغني عنك ما حد قال لي ميت الصبح دكتورة استفقدناك كان استوديو خالي شيء ميثة وايد شو اسمه ميثة حليلة قالت قالت لك زين عموما دكتورة نحن كنا نتحدث عن الأنظمة الغذائية أن الواحد يعني عنده استراتيجية جميلة أنه ما يأكل بعد الساعة مثلا 7 أو على حسب هني في الدراسة طالبين بعد الساعة 2 قالوا 2-4 عادي في أمريكا دكتورة لأن الوقت شوي وكنتم هناك غير يختلف لكن هذه استراتيجية ناجحة لإنقاص الوزن عند الكبار الأطفال دكتورة شو التغذية السليمة اللي ممكن واحد يوفرها للطفل على أساس أن نحن ممكن نحارب مسألة السمنة عند الأطفال ما شاء الله عيال هاليومين نفاخات ما شاء الله عليهم مربربين وفي نفس الوقت تلاقي لو ما دام تقول تحصيلهم العلمي بطيء أو أقل الدكتورة المشكلة وين المشكلة أن الأمهات بالتحديد لا انتوا بسم الله عليه ما ادري كذا ما في شيء وانتوا اليدات لا تحرمونه خليت اعطوه خلي ياكل كلنا ما سوى فينا شيء زين شو هي التغذيه السليمه للاطفال شوف محمود هم في دراسه سووها اول شيء نقول بالنسبه للاطفال ترى ابدا ما نستخدم كلمه حميه غذائيه عند الاطفال يعني ما في ام تقول طفلي وزنه زايد ولازم اسوي له رجيم ما في شيء اسمه رجيم او حميه غذائيه للطفل لان الطفل حاجاته الغذائيه وكميه الاكل هو ياكلها مختلفه عني انا كشخص كبير ما اقدر الزمه بحميه غذائيه معينه ولكن هالسؤال دائما يقول الامهات زين اذا انا ما رم الزمه والطفل بالعاده ما يكون جدا متعاون يعني مثلا ما تقول له ماما لا تاكل بعد الساعه الفلانيه او لا تاكل الشيء الفلاني الشيء اللي انا اقدر اسويه إن أنا أعيد تصنيف الأكل اللي ينحط في أكل الطفل مثلا معظمنا الحين لما نروح بداية الشهر نروح الجمعيات ونشتري كل هذا الشيبس والكاكاو ونحطه في البيت أنا شو أعطي رسالة للطفل إن هذا أكل تقدر تأكله لأن نحطنا في البيت كون إن أجيبه في البيت أنا أعطي فعلا فكرة للطفل إن هذا مسموح إنك تأكله ما يستوي أحطه عقب أقول له والله ممنوع تأكله تسمحي لي دكتورة بس أخذ هذه المداخلة من أم خليفة ونرجع مرة ثانية نكمل حديثنا تفضل أم خليفة هلا أم خليفة صباحكم الله بالخير بالنور والسرور صباحكم مثل ما تقولون صحة وسعادة ربنا صحة ورب وايد سبحان الله يعني مناسب الله يحفظكم يا رب شكرا لك أنا دائما وايد أثمن جهودكم بس كانت عندي ما أعرف أقدر أقول اقتراح ولا إذا كان موجود أتمنى أن مثل ما تقول يتكثف أنا أتمنى من كل طبيب أسرة موجود في أي مركز من المراكز الصحية لتابع للأحياء
يكون عنده جانب التثقيف قبل ما يكون علاج. ممتاز. لأنه وايد بيساهم في أن نحن نختصر وايد مراحل ونوفر وايد موازنات على الدولة، وفي نفس الوقت نحن نوفر مثل ما تقولين صحة. صحيح. طبيعة حياة، نمط حياة. يعني ما عليه. في نحن الحين وجزاكم الله الخير تطبيق سلامة ونزل، وإن شاء الله بيكون هذا شيء وايد بيكون التأثير على الجميع وبيساعد الأطباء وبيساعدنا. الطبيب بيقدر يشوف إن هذا المريض مثلاً شو الأعراض اللي تتكرر عليه. صحيح. ولا حتى هذا إذا نحن قدرنا نوصل حقنا يمكن سبحان الله نختصر وايد من هالأدوية اللي يستصرف حالياً بمجرد تغيير نظام حياة، تغيير نعطي بعض الإرشادات، نركز على التثقيف أكثر ما يكون علاج، نكون وقاية، نبتدي بالوقاية. صحيح. فأنا أتمنى إذا كان هذا الشيء موجود دكتورة ندى، أتمنى أن مثل ما نقول نحن نكثف ونعلن عنه، الطبيب يعلن، هو يبادر، هو يقول للمريض شو رأيك مثلا نشوف أطباء التثقيف، قسم التثقيف عندنا في العيادة، هم بيقدرون يساعدونك. أنا أعتقد موجودين أم خليصة؟ أنا واحدة من اللي أراجع العيادات وموجودين ونحن عارفين هالشيء، لكن ما في تركيز، ما في إعلان للجمهور، ما في إعلان مثلا المريض اللي جايينك ما يعرف أن هالخدمة متوفرة، لازم هو يدور، ونحن مش كلنا نفس المستوى الثقافي ولا الاطلاع عنا. معلم خير، أنا بجاوب إن شاء الله جواب كامل على سؤالك. هو مهم، أنت طلبتي أن يكون طبيب عائلة موجود هو يثقف المرضى. ترى إحنا دائما نقول طبيب العائلة 70، إحنا 70% من العلاج يتم عن طريق التثقيف، و 30% يكون علاج عن طريق الأدوية أو التحويلات أو شيء ثاني. فدائما عشان شي إحنا دائما نقول اختر طبيب العائلة اللي أنت ترتاح له، تحس أنه يعني يوم تدخل عنده يتكلم معك، يشرح لك حالتك الصحية سواء كنت مريض أو لا، يشرح لك إياه، وتابع، حاول تتابع مع هالطبيب. زائد أنه إحنا بدينا تقريبا صارنا أكثر عن تقريبا سنة عندنا الفحص الدوري الشامل الوطني، فحص الدوري الوطني الشامل اللي متروحين العيادة الدكتورة بتلاقيها تسألك أسئلة وايدة وتطلبك كل التحاليل، وهالفحص الغرض منه الكشف عن الأمراض قبل ما تصيبك أنت، فتلاقين حتى السيستة تاخذ وقت وتعبي لك فورمة طويلة وينعاد هذا الفحص مرة كل سنتين، فهذه خطوة ثانية بعد للكشف المبكر عن الأمراض. ورقم ثلاثة، احنا دائما نقول المتعاملين حتى يميون يقولون دكتور ما شرح لي، انت كمتعامل، انا يما اروح اي هيئة انا كمتعامل الحق اني اطلب اقول دكتور اشرح لي. احيانا المتعامل يستحي من تقولين استحي دكتور اشرح لي، اخاف الدكتور مشغول، طالما انت داخل العيادة لك الحق ان تطلبين من الطبيب ان يشرح لك عن حالتك كامله. احيانا يستوي ان الطبيب يكون مشغول، العياده تكون جدا مزدحمه والطبيب مثلا عنده حاله طارئه ومرضى وادي تريون برا، ممكن تقولين طبيب العائله دكتور عطني موعد او قل لي متى اجيك يوم ثاني، بالعاده بيقول لك تعالي مره ثانيه باكر او ورا باكر اول الصبح بقعد معك بعطيك وقت العياده تكون اهدى، لان تعرفين مع زحمه المرضى تلاقين حتى الطبيب يكون تحت ضغط يعني ما يقدر حتى يعطيك الوقت. فدائما تكلمي مع طبيبك وقولي له انت شو تبين، والطبيب دائما احنا في خدمه الجميع. شكرا لك دكتوره، وشكرا لك يا ام خليفه، وان شاء الله يعني بالفعل نحن نتمنى من الجميع ان ما يستحون من الدكاتره، يسلون اللي يبغونه، يعرفون الحاله بالضبط شو هي وياخذ تفاصيله. نرجع لموضوع الاطفال. الاطفال والسمنه عند الاطفال دكتوره، في عندي سؤال احمد عري يسأل يقول شو الوزن المناسب للأطفال حسب الأعمار؟ طبعاً ها في جدول طويل محمود، لو رحت أي عيادة بتلاقي في قسم صحة الطفل وفي قسم الأطفال في معادلة معينة نحسبها، في مثل الكبار يعني حتى الكبار مثلاً ما تقدر تقول مثلاً لازم كلنا نكون 60 أو كلنا نكون 65، في مدى محدد للوزن. بس بخصوص الأطفال محمود بقولكم بس حق الأمهات إن كيف تأثير الأكل مهم، مو بس في زيادة الوزن ولكن حتى في التحصيل العلمي. في دراسة سووها في أمريكا، عطوا أطفال كانوا يأكلون فطور عادي، الفطور العادي ناكله في البيت ممكن يكون رقائق فطور أي شيء، أو ما يأكلون فطور، وعطوا أطفال آخرين فطور مغذي في جبن وخبز وبيض وعسل، فطور مغذي، وقللوا من السناكس أو الأكلات الغير صحية. اكتشفوا أن الأطفال من عمر، تعبوا من أي عمر؟ من عمر الكي جي. كي جي كم عمر يكون الطفل؟ 4 سنوات. تابعوهم أطفال من عمر الكي جي لين الصف الثالث، لين الصف الثالث، وحتى عقب مددوها لين عمر للطفل الصف الـ12، يعني طول سنوات الدراسة. اكتشفوا أن الأطفال لما حولوا تغيير بسيط في أكلهم من الأكل العادي للأكل الصحي، في الرياضيات وفي القراءة وفي المعادلات زاد عندهم الاستيعاب والأداء 17%، و 17% يعني قفزة كبيرة، وتشوفوا من عمر الصغير جدا يعني عمر 4 سنوات. فتشوفوا تأثير الأكل كيف حتى مو بس في صحة الأجسام، حتى في صحة عقول الأطفال.
خاصة اليومين دكتورة يعني العيال ما يتحركون. أي والله مو مثل الأول. أي كله قاعد عند الآيباد. الآيباد على الأجهزة الإلكترونية. على التلفزيون. على السينمات المنزلية. كان زين التلفزيون ما يطلعون تلفزيون بعد. صح. أنا ولا أقول تلفزيون ما في تلفزيون آيباد. أيه. الآيباد ولا لا يا ريت بعد محمود آيباد المشكلة الحين تلفونات. يعني الآيباد على الأقل شاشة أوسع. التلفون الصغير يعني لو أنا شلها التلفون الطفل قاعد عليه طول الوقت يعني تخيل صغر حجم الصغر اللي تتحرك على التلفون هذا جدا خطر. صحيح. صباح السعادة بخصوص التطعيم للأطفال ابني عمره عام وبدي أطعمه موجود زيارة وين أودي؟ أقرب مركز صحي لتو. بس هو جاي زيارة حتى لو زيارة عادي يقدر عادي 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 ما في مشكلة. طيب تروح أقرب مركز صحي هي وين ساكنة حاليا تروح للمركز هناك. بس المشكلة ممكن يكون بعض الإجراءات إن دفتر تطعيم القبلي شو تطعيمات اللي هي لا يعني بس تتوجه لأقرب مركز صحي يعطونها إن شاء الله الفائدة في قسم صحة الطفل. قسم صحة الطفل. وإذا تبغي واصي يروح البرشة عندك. كل الواسطات عند البرشة. ها بالك. طيب محمود يلا روح اسأل عند دكتورة ندى وهي ما تقصر وياك إن شاء الله. عموما مستمعين نحن وصلنا إلى فاصل. بعد الفاصل ما نرجع لكم إن شاء الله والمزيد من المواضيع اللي عنده أي استفسار ملاحظة عن أي شيء أي موضوع نبغي اقتراحات يا جماعة الخير. مثلهم خليفة جزاها الله خير يعني هي وصلت ملاحظة وأنا أشوفه هو اقتراح يمكن دكتورة محتاجين لورش عمل زيادة للمستمعين محتاجين للعملاء محتاجين إلى توعية أكثر للأطباء يمكن بضرورة أن ما يخلي حتى لو المريض نفسه يا وما سأل أكيد هو يوضح له. صحيح. مهمت أنه هو يوضح له. أكيد محمود أكيد واجب الطبيب لازم وبعد أنتوا ذكروا الدكتور حتى لو نسى يعني أحيانا ضغط العمل يمكن يبغي يخلص بسرعة يبغي يشوف أكثر عدد من يعني المرضى. يعالج الحالة المرضية لليوم أنت جاي حقها احتمال ما يكون عنده وقت يشرح لك إذا عندك أشياء ثانية فخذوا موعد من أقول متى أقدر أيك المرة الجاية. شوفوا هذا نظام سلامة بيوفر علينا وايد مواضيع بهذا الخصوص. أكيد. أكيد. عموما فاصل وراجعين إن شاء الله. صحة وسعادة سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي. طيب الآن يعني عندنا الكثير من الأبحاث والكثير من الدراسات التي يعني تتناول العديد من المواضيع اللي قد تكون يمكن فيها يعني صناعات الأدوية أو الأدوية في شو تدخل بالضبط وكذا. لكن من بين الأشياء اللي اكتشفوها أن المضادات الحيوية سوف تكون يعني ذاهبة إلى الزوال. كيف دكتورة؟ يقول لك تمكن علماء هولنديون من التوصل إلى دواء فعال يمكن أن يكون بديلا للمضادات الحيوية التي يتراجع مفعولها بشكل متزايد بسبب المخاطر الصحية التي تسببها. هذا الكلام صحيح؟ صحيح. إنزين. وبحسب التجارب الأولية فقد أظهر العقار الجديد قدرة كبيرة وفاعلية عالية في القضاء على البكتيريا والجراثيم، فيما يقول العلماء أنه من غير المرجح أن تتمكن الجراثيم والبكتيريا والالتهابات من مقاومة العلاج الجديد. ويتوفر العلاج الهولندي الجديد على شكل مرهم يتم دهنه على البشرة على أن العلماء يعملون من أجل توفيره في شكل حبوب أو لقاحات يتم حقنها في الدم ليعوض المضادات الحيوية التي أصبحت تدريجيا عديمة الجدوى. هذه مقدمة لدراسة كبيرة سووها يعني في هذا المجال ويعني اكتشفوا أنه باختصار قال يعني مارك جافوك الأستاذ بجامعة ليستر والمتخصص في علم وصف الأدوية أن الأزمة ستكون بحجم أزمة مرض الإيدز وتوقع أن يصبح جسم الإنسان مقاوما للمضادات الحيوية وأنه يتعين التوقف عن إجراء جراحات كثيرة تحتاج لاستخدام المضادات الحيوية أثناءها. قال إن أنواعا جديدة من المضادات الحيوية يجري تطويرها بحيث يصعب على البكتيريا أن تصبح محصنة ضدها وهي تعمل بنفس الطريقة التي اعتاد الجسم عملها لتخليص نفسه من العدوى البكتيرية. أنا ليش قريت هذا الخبر دكتور أو هذه الدراسة؟ لأن وطبعا دراسة طويلة بس اختصرتها قدر الإمكان. لأن دكتورة يعني الفترة الأخيرة لاحظنا أن الكثير يأخذون
المضادات الحيوية من غير وعي دكتورة. صحيح محمود، من غير وعي، من غير وصفة، من غير داعي، بنصيحة من أخت، من أخت، من أخو، من جار، يأخذ المضاد على أمل أنهم يشفون من اللي هم فيه. صحة. سوري. إنزين دكتورة، حد يسأل شو تشجعين في الكرة؟ إيه. للأسف ما مالي في الكرة. إنزين، في سؤال مهم يقول جدا، لاحظ في الفترة الأخيرة أعطى الأمهات الدواء دول للأطفال كنوع من المنومات، شو خطورة هذا الشيء؟ كمنوم الأدول ما أنا بقول لك شغلة عيل، أنا عندي واحدة من الأهل دكتورة، عيالها أول ما تركب الطيارة عطتهم هدوء الكحة عشان شو ينخمدون ولا يأذون العالم. هي جزاها الله خير يعني، بس هي جزاها الله خير في الناس اللي معاها في الطيارة. ترى هاي ممارسة مو جديدة محمود، وايد ناس تستعمل أدوية الكحة للأطفال، في أدوية كحة معروفة عشان الطفل ينام. يقولنا هل تقول دكتورة عادي، هي مرة واحدة، احنا لا ننصح فيه أبدا أبدا أبدا. ليش؟ أول شيء نعطى من غير داعي، ثانيا الطفل لما يركب الطيارة اختلاف الضغط الجوي والطفل نايم انت ما تعرف شو ممكن يستوي فيه، ينخفض ضغطه، ينخفض السكرة، خصوصا لو الطفل مو متعب يركب الطيارة واي، مثلا انت ما تسافر مثلا في السنة 4-5 مرات، مثلا مرة كل سنة أو أول مرة الطفل يركب الطيارة. فنقول أمهات في إذا ممكن أم تقول إذا أنا كيف أتصرف الحين، الطيارة عندي رحلة 6 ساعات، شو أسوي مع الطفل عمره سنتين أو سنة؟ دائما دور البدائل السهلة اللي في الأسهل من إعطاء الدواء. مثلا أولا احرصي أن الطفل خليه يتعب قبل ما يركب الطيارة، خليه يكون تعبان بحيث أنه ينام. في أطفال لو أنت تعرفين طفلك ما ينام أصلا على الطيارة، خليه يشبع رقات قبل ما يركب الطيارة. ليش؟ الطفل لما يكون نايم يكون مزاجه سيء، يبدأ يصيح ويكون مو مرتاح وما يبقى أي شيء يعني، فعشان ما يزعج ويزعج الباجين. والله قبل طراق واحد نحن محمود حرام عليك طراق، ما عليكم وسيط محمود، خليه آخر شيء، آخر خطوة بلان، خطة سين، احنا حين خطة ألف وباء وتاء. انزين، فبخصوص النوم، رقم 2 دائما احرصي تكونين معاك ماخذة سناك. صراحة الأطفال لو شغلت الحلج عندهم تلاقيه أهدى يكون في المكان. توا ياس تقولي لهم عن الأكل، لا أكل الصحي مثلا ممكن تأخذين فواكه مجففة، ممكن تأخذين فواكه العادية، ممكن تأخذين مكسرات اللي مش مملحة، وها ممكن تأخذين حتى ترى الشيبس محمود، فيه شيبس صحي ما يقوم مقلي، يكون مخبوز، ممكن تحطينها على الطيارة. بعدين حرصي تعطين طفلك سوائل كفاية، ترى حتى الجفاف وهواء الطيارة نفسه يزعج الطفل وايد. وبعدين دائما انت دائما يقول الاهل انتوا تحكموا باعصابكم اولا، ترى الطفل حتى لو كان كبير او صغير يحس لما الام والابو متوترين، يعني اذا انت بدأ يصيح وانت توترت في الطياره تلاقي الطفل يتوتر اكثر، ومع التوتر ما تفقد زمام التحكم بالامور، فخلك انت هادي او شع الطياره عشان تقدر تهدي هالطفل. وترى نوبات الصياح طبعا الطياره تكون بالعاده بسيطه، منزعج من شيء، الضغط في اذنه، مو مرتاح، متملل من اليرسة، ترى محمود بالعادة طاقم الطائرة يكون وايد متعاون، ممكن تخلي مثلا يتمشى في الطيارة إذا مسموح تفتحون الأحزمة، تأخذوا له آيباد فقط للطيارة رحمة بالمسافرين الآخرين، ممكن تأخذ معهم آيباد. على طاري الآيباد دكتورة، في باحثة سعودية ابتكرت تطبيق إلكتروني تفاعلي لتحسين التواصل لدى الأطفال التوحد وزيادة المهارات المكتسبة لديهم. هذا التطبيق يحتوي مجموعة أيقونات يعني الانفعالات والمشاعر بالصوت والصورة تساعد طفل التوحد على التعرف عليها وتعلمها، وأيضا فيها أيقونة الألوان بالصوت والصورة اللي تساعد على التمييز بين الألوان، وأيقونة التعرف على أجزاء الوجه التي تساعد على تحسين إدراك الطفل، طفل التوحد أنا أتكلم عنه، وتمكنه من استعمال المفردات الصحيحة. ويدعم التطبيق اللغة السهلة البسيطة بالنسبة للطفل اللي فيه توحد، وتم تصميمه طبعا باستشارة مختصين، وهذا التطبيق ما زال يعني في طور التطوير والتحسين. بيتم العمل على النسخة الكاملة التي تتضمن العديد من المميزات والخصائص الأخرى. هذا التطبيق يعني اخترعته أو سوته يعني أو ابتكرته عفوا نوف بنت خالد حماد، وقالت أن تواصلت مع 3 مراكز تعنى بالتوحد في منطقة المدينة المنورة وعرضت فكرة التطبيق على المسؤولين بها،
فرحبوا بالفكرة وقالوا هاي خطوة فعلية في طريق تنفيذ المشروع، وقدموا لها المشورة في كيفية تنفيذ التطبيق ليناسب أطفال التوحد. يعني زاد من حظوظ المشروع الاكتمال بمبادرة من بنك الرياض بتبني المشروع بعد الانتهاء منه، مشددة على أنها تنتظر بصبر نافذ أن يصبح التطبيق جاهز وممكن ليستفيد منه أطفال التوحد في مختلف أنحاء المملكة. طبعا هذا مو بس مختلف أنحاء المملكة، حتى في دول الخليج ممكن الكثيرين يستفيدون من هذا التطبيق، وهذا هو الاستغلال الأمثل يعني وجود الطفل، ونحط له مثلا في دي آيباد ولا نحط له للأجهزة اللوحية بشكل عام. أفضل استغلال هو هذا الاستغلال. عندنا في هيئة الصحة تطبيق جميل اسمه بطوني، سمكة بطوني. هذا التطبيق دكتورة يخلي الطفل يقعد ويعلمه كيف يشرب ماي. انزين الشغلة الجميلة اللي نحن لما تكلمنا قلنا لهم نحن الآن يعني أنتم لما يسوون هذا التطبيق هيئة الصحة قاعدين نحن نوصل الناس إنه ما يخلون الطفل يقعد ساعات على هذا على الآيباد. تخيلي شو اللي مسوين الهيئة، مسوين شغلة جميلة جدا إن هذا التطبيق فيه له موعد معين. مثل تايمر يعني. تايمر عنده يدخل الطفل ويقعد على تايم معين، ما تذكر ما بين 10 دقائق يمكن، يقعد يلعب هذه اللعبة، بعدين السمكة تقول له وقف زين روح وارجع لنا بعد مثلا 3 ساعات أو 4 ساعات. هذه فكرة اللعبة. يبالك تنزل التطبيق محمود. محمود ترى ما يشرب ماي. أنا ما أشرب ماي. شعرفك دكتورة ما أشرب. إحنا نقعد في الاستوديو ساعة ما تشرب ماي. ترى الماي جدا مهم، حتى لو جو بارد ترى لازم تشرب ماي. شوف أنا دائما معي ماي. ماي. أنا يب ماي دائما. إنزين هذا الماي مو بصحي مالك. ليش منو قال؟ ما أدري أنا شيء. لا لا هذا ماي زين. كل الماي زين. كل الماي زين. عموما في سؤال يقول هل هناك جدول دايت للأطفال؟ مثل ما قلنا ما في رجيم خاص للأطفال. لما الأم الطفل يكون عندها زايد الوزن نعطيها نظام غذائي يشمل الأكل العادي بس بكميات محددة واستبدال بعض الأشياء، بس رجيم قاسي للطفل لا ما في أبداً. أبداً لا ما ننصح برجيم قاسي. ترى حتى الأطفال محمود إحنا نمنع الأم أن تعطي الطفل حليب منزوع الدسم أو قليل الدسم، لازم تعطيه حليب كامل الدسم عشان الفيتامين دال. هو أحيانا دكتورة إذا بتلاحظين حتى القضية لما نشوف الطفل يعني سمين أو كذا، نحن نشوف العائلة الأب والأم يعني يعانون من السمنة أيضا في معظم الأحيان. صحيح. فهل هذه وراثية ولا هي عادات اكتساب؟ عادات غذائية خاطئة. هي عادات غذائية خاطئة تمشي في العائلة عشان تي يعني الطفل يعني مستحيل أبو والأم بينهم وراثة. يعني تفكر الأب والأم ما في بينهم عامل وراثي، بس تلاقي بالأحيان معظم الوقت يكون الزوج أو الزوجة وزنهم زايد، تلاقي دائما بالعادة الطرف الآخر يكون وزن زايد، إلا لو مثلا واحد منهم لا يبي يتبع نظام غذائي صحي ما يبي وزن زايد، بس بالعادة تلاقي الكابلز يعني أو الزوج والزوجة يمشون بنفس النظام الغذائي لأن يأكلون في نفس البيت يعني، فمن شيء نفس العادات الغذائية. فليش إحنا دائما نركز إن أنت تكون عاداتك الغذائية صحيحة؟ لأن ترى حتى لو الطفل صغير حتى لو عمره شهور يشوف أنت كيف تأكل وشو تأكل وينزرع فيه إن هذا هو الأكل الصحيح أو هذا هو الأكل الصحي. بالتالي إحنا لازم نعطي لأطفالنا بطريقة تصرفنا في البيت العادات الغذائية الصحيحة. طيب ممتاز دكتور، أنت تكلمتي عن المزاج السيء عند الأطفال أحيانا. أي وقلتي بعض المسببات إنه ممكن يكون يعان، ممكن يكون يعان مو بنايم عدل شيء عورة، بعد ممكن يكون مو مرتاح في المكان، مثلا الكرسي مش مريح، اللبس ولابسه مش مريح، تكرم الجودي احيانا يكون مش مريح. نعم هذا الصوت عندنا ولا برا ما اعرف محمد. زين عموما قلتي لي طيب هذا بالنسبه للطفل. الان المشكله وين؟ المشكله اذا كان المزاج السيء عند كبار السن، هذه كيف يعالجون المزاج السيء؟ هو تشوف محمود يعني تلاقي معظم الناس يعني انا اقول لك ريايل إذا يعاني مزاجهم سيء من الآخر. مشكلة ريايل يقول نفس الجملة حتى في الدوام، يقول دكتورة هذاك اليوم ما أدري من يقولي في العيادة، يقول إذا أحد يتشكى ريال معصب اعزموا على شيء يأكل بيهدى. ليش الريايل مرتبط عندهم العصبية بالأكل؟ يسمونها هرمون السعادة يعني عندهم أعتقد. ممكن والله. زين وشوف وايد ترى في ناس يجون وايد العياده اللي يكون عندهم الله يحفظهم الناس الكبار في السن في البيت. نعم. فيقول دكتور 24 ساعه امي معصبه وابوي 24 ساعه معصب ويهزف في اليهال والبشاكير.
احنا نقول لهم يا جماعه هو مش معصب، الفكره في شو؟ ان الله يحفظهم شيابنا، ما بنقول وما بنقول يداتنا، والحريم اللي شوي يكون كبار في السن، اثر العمر وعامل العمر عامل جدا مهم، يخلي الواحد صبره قليل، يعني ما عنده طولة البال اللي عندنا احنا، يعني احنا حتى احنا كشباب تلاقي بالنا يكون مو طويل وايد في بعض المواقف، فهم في هالعمر ما يكون عندهم طولة بال، ما يستحملون. يعني ممكن لو ولدك انت قاعد في بيت مع ابوك وامك الله يحفظهم، ولدك صب قلاص ماي ما استوى شيء، بس تلاقي ابوك يحتشر وامك تعصب وعيالكم يخربون البيت، هذا شيء عادي ما يكون عندهم طولة البال. واذا كانوا مرضى وتعبانين، يعني الام واليد واليدة تعبانين، بعد اكثر يساعد، يعني يكون هو تعبان، سكر مو منتظم، ياخذ ادويه وايده، والدكتور كل ما يروح له يقول له امش حرك ريولاتك، وتي يزعل على الدكتور اكثر ويهزب للدكتور، بس ما عليه. المسجات تقول صح الرجال يوم يعون يستوون وحاطين فيستي شيطان اللي في شو اسمه ومعصب. زين اذا كانت العادات الغذائيه صحيحه والوزن ما ينزل، شو الاسباب؟ في وايد اسباب محمود، ان يكون احيانا انت تفكر ان عاداتك الغذائيه صحيحه بس ما تكون 100% صحيحه. رقم ممكن في هرمونات مثلا كذا، في هرمونات، واحيانا ممكن عاداتك الغذائيه صحيحه بس انت قاعد تاخذ سعرات حراريه اكثر عن حاجه جسمك، واحيان وايد يكون سعراتك الحراريه صحيحه ولكن تحتاج انك تحفز الجسم بالرياضه. زين في سؤال يقول دكتوره شو شو سبب اغلبيه الاطفال حديثي الولاده عندهم بصفار؟ هذا شيء عادي محمود، انه وايد في اطفال، وترى معظم الاطفال يولدون عندهم بصفار، هاي يسمونه فيزيولوجيكال جوندس او البصفار الطبيعي، يعني اللي يكون بسبب دم الام، حليب الام لما الام ترضع الطفل، هذا جدا عادي، تكسر بسيط يستوي في الدم ما يخوف، بس إن احنا دائما نقول للاهل لازم تتابعوا، يعني تلاقوا المستشفى تفحص البصفار عند الطفل، ولما يطلع المستشفى يريد يشيكون لك اياه ويقول لك اذا رحت عقب يوم او يومين من خروجك من المستشفى روح اقرب عياده وافحصه، لا تهملونه، لان شو خطر البصفار اذا ارتفع لا سمح الله ممكن ياثر في المخ، ولكن معظم الحالات يكون اصلا عندها مو بعالي وروح يروح بتعرض الطفل للشمس. حلو اللون الاصفر. ها عموما دكتوره انا بتطرق الى موضوع كان تكلم عنه دكتور أنور الحمادي في أكثر من مرة. تحية الدكتور أنور. زين طبعا في أطباء في هيئة الصحة بدبي يقولوا أن بين 10 إلى 15% من الأشخاص يمرون في حياتهم بعرض صحي أو أكثر يهدد صحتهم. زين فالمشكلة وين؟ أنهم يتجاهلون ويرفضون الذهاب للطبيب، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حالتهم فيما بعد، وقد يتطور الأمر إلى الوفاة، عملية تجاهل هذا المرض. زين أنور الحمادي يقول هناك بالفعل نسبة من الأشخاص ممن عانوا من أمراض تستدعي الذهاب إلى الطبيب خلال السنوات الماضية، لكنهم تجنبوا الذهاب للطبيب، كما أن هناك أشخاص يعانون حاليا من مشكلة صحية قد تكون خطيرة ومن الممكن تفاديها ولكنهم يخشون الذهاب للطبيب، وأضاف الكثيرون يؤجلون الذهاب إلى الطبيب لمدة تصل إلى 7 أشهر في المتوسط، كما أن من واحد من كل 5 يلغون مواعيدهم في اللحظة الأخيرة ومرجعين السبب إلى أن زيارات الطبيب تثير مخاوفهم. طبعا وأوضح أن الأعراض التي يتجاهلها الأشخاص عادة ينبغي الذهاب إلى الطبيب على الفور لمعرفة سببها، هي السعال المستمر على مدى 3 أسابيع، التغييرات في حركات البول أو الأمعاء، والصداع المستمر، وعدم وضوح الرؤية. أيضا في هذا السياق نفس الدكتورة، في دراسة بريطانية أوضحت أن 11% من النساء أجلن زيارة الطبيب بعد اكتشاف وجود تورم في الثدي، في حين أن 9% من الرجال البريطانيين لم يذهبوا إلى الطبيب بعد العثور على ورم في المثانة، كما أن ما يقارب 40% منهم أجروا زيارة الطبيب على أمل أن تزول المشكلة من تلقاء نفسها، في حين أن 24% منهم ببساطة مشغولون جدا للحصول على موعد مع الطبيب. كل هذا دكتورة، وفي 24% آخرون يعني عبروا عن قلقهم من تشخيص الطبيب، يعني أنا ما أعرف أحسن. في وايد ناس في محمود يقولك ما بفحص
احسن اني ما اعرف، يعني اذا عندي مشكله افضل اني ما اعرف. زين ترى احنا لما نكتشف المشكله من بدايتها محمود، مش الغرض احنا نخوف المريض او نقول له خذ ادويه. تشخيص مبكر دكتور مهم، يعني احنا نحافظ على صحتك. انا دائما اقول للناس يجون عياده، انت تبغى تعيش ان شاء الله، الله يعطيكم الصحه وطول العمر، العمر 90 80 100 تبغى تعيش لاخر العمر 90 80% بصحه. هي هو هذا تبغى تعيش. يعني اقول لهم فكر، هل انت تبغى توصل عمر 50 او 55 وتلاقي عمرك ملتزم بالفراش، حد تكرم يوديك الحمام ويبدلك ويغسلك؟ ما تبغى توصل هاي ارذل للعمر، تبغى توصل للعمار الكبيره لين اخر يوم وانت بصحتك وقوتك السير وترد وتجاب لنفسك وتجاب امورك. فهو هذا الغرض لما احنا نقول سووا فحص دوري مستمر، اكشفوا عن الامراض بشكل مبكر عشان ما تضعف عندكم. ايضا شفنا بعض النماذج دكتوره سبحان الله، السوشيال ميديا يعني يعرض لنا بعض الاشياء، فشفنا واحد من كبار السن هذا صيني ما شاء الله يسوي حركات، ولد عمره 13 14 سنه ما بين المرونه في الجسم وشي المرونه هي، يعني كم قال عمره اظن في الفيديو والله ما اتذكر 98 ولا لا 70 اه لا 70 75 شيء كذا، لكن شفتي يمارس الرياضه يوميا. شوف معنا هو كبير في السن، والحين شوابنا لو قلت لهم امشي شوي يقول ما اروح ركبي تعورني، واحنا نقول هي هذا الرساله للشواب اللي يقولون ركبي تعورني ما اروح امشي. كيف وصل ركبك تعورك؟ ترى انت لما تحس بدايه الم في الركبه كل ما يلست كل ما تيبست عليك الركب زياده، لازم تمشون حتى لو حسيت بالم خفيف امشوا. لازم لازم ها لازم اوكي. عموما نحن يعني حاولنا ان اليوم قلنا مثل ما سميت دكتوره الخميس الونيس. زين فالخميس الونيس خلينا الحلقه شويه مفتوحه، ما تطرقنا لوايد امور، يعني حاولنا نرد على استفساراتكم. زين دكتور سلمان مطرش صباح الخير يا اروع فريق اعلامي ومبروك فوز مصر وبرشلونه. سؤال، في قصور من العيادات بسبب موضوع التطعيمات. في قصور من ناحية توفر تطعيمات؟ اي اعتقد يعني اللي يقصد توفر التطعيمات. حد كلمنا اظن محمود من قبل، التطعيمات ترى لما تكون متوفرة ما تكون متوفرة من منظمة الصحة العالمية مو بس من هيئة الصحة. يكون المصدر الأساسي مش متوفر. طيب. وما يأثر في صحة الطفل. بس عموما نحن كل التطعيمات موجودة عندنا معظم. حمدة في حد كاتب السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى منكم التواصل معي ضروري. نحن إذا تواصلتي معها زي ما تواصلتي شوفي بكرة أو أسبوع الجاي ممكن نحن نشوف شو تبغي، بس اتصلي فيها شوفي شو تبغي. أيضا في سؤال، كيف أعالج كسل الغدة بدون أدوية؟ ممكن الطب البديل، ترى الطب البديل في وايد في علاج كسل الغدة أو نشاط الغدة، بس لازم يكون من حد موثوق. يعني مو أحد يقول لك أنا عندي كبسولات تعالجك الغدة، لا لازم يكون حد موثوق. وليش ما تاخذون الأدوية؟ ترى الغدة شيء جدا مهم محمود، تأثر على عمل الجسم كامل. يعني الناس اللي عندهم فرط نشاط أو كسل في الغدة يلاحظون لما ما يأخذون الأدوية كيف عمل الجسم كامل، التفكير النوم الأمعاء كل شيء يتأثر بالغدة، فلا تجاسفون في هالموضوع خصوصا في الغدة. ممتاز. طبعا نقصد الغدة الدرقية عشان الناس يكون عندها الغدة الدرقية اللي تكون في العنق. إلا في العنق ها؟ وهذه تزيد الوزن بعد. إذا كانت كسلانة تزيد، إذا كانت نشيطة تنقص الوزن. يعني في الحالتين المفروض لا تزيد ولا تنشط. لازم تكون ضمن المعدلات الطبيعية. جميل. نحن دكتورة وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في المطلع الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد يا جماعة الخير بتكون عندنا حلقة منخصصها حق التأمين الصحي، احتمال الأحد أو الاثنين ما تذكر يعني، بس أنا لما أتكلم مع الدكتور حيدر ليوسف في هذا الموضوع هنالك أمور كثيرة استجدت في هذا المجال ما نتعرف على تفاصيله. وأيضا كانت هذه الحلقة على طلب المستمعين دكتورة، هنالك العديد من الاستفسارات كانت عن موضوع التأمين، وهنالك العديد من الحالات اللي المستمعين شافوها على موضوع التأمين، وهنالك أيضا خلط ما بين تأمين السيارات وتأمين الصحي. الصحي. فكل هذه الأمور ما تكلم عنها، مثل الريال اللي شافت في العيادة. ها بخبركم سالفة الريال الأسبوع القادم الحين ما شوقت، فإن شاء الله بس أقول إذا يسمعني
لا تزعل، والله العظيم لا أني أنا أحاول أدافع عن شركات التأمين ولا أني أنا واقف مع شركات التأمين، أنا قاعد أطرح الفائدة وأحاول أني أوعيكم بالاستغلال الأمثل لهذا، يعني لهذه الميزة، هي ميزة وليست شو اسمه شغلة سيئة. صحيح. عموما حتى نلقاكم نقول لكم دمتم بصحة وسلامة. شكرا حمد المعيوف، شكرا ميثا بن بيات، وشكرا لك دكتورة ندى الملة. شكرا لك يا محمود، وإلى الملتقى إن شاء الله. إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم، ودمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.